بسم الله، رجعنا لكم تاني بفيديو. هو لحد ما الفيديو فيه خبر كده وحش جايبه لكم. كنت قاعد على النت فدخلت على موقع اللعبة، قلت يمكن ينزلوا حاجة جديدة اشوف كده الاخبار، فلقيت خبر وحش جدا يا جماعة. خبر بيقول ان الاف بي هيتقفل للأسف. فبيقول لك هيتقفل يوم كام؟ هيتقفل يوم 4 ابريل، يعني يوم لما الخرطوشة اللي هي اللي احنا بنجمعها من الحروف تمشي. ماشي، اليوم ده لما الخرطوشة تمشي الاف بي برضو ايه هيتقفل. فلازم لازم يا جماعة، يعني من اول النهاردة لحد قبل ما 4 ابريل تكون مخلص كل الاف بي اللي معاك عشان هيتلغي. ولو فضل معاك اف بي هيروح عليك، يعني اول ما يتشال هيتلغي معاهم الاف بي بتاعك. فانت الحق زي ما قلت لك، الحق كده اهو وخلص كل الاف بي اللي معاك. شوف انت عايز تشتري ايه واشتريه. زي انت شايفين معايا ده السطر اهو، السطر ده كده ناخده وترجمه مع بعض. زي انت شايفين بعد ما ترجمناه، شوف كاتبين يا جماعه هيغلقوه اهو. بيقول لك لازم تخلص اي اف بي معاك اهو كنت قد جمعته، اي اف بي لازم تخلصها قبل 4 ابريل 2017. لازم 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 تخلص الاف بي اللي معاك قبل ما يمشي لازم. بس هي دي اللي كان الفيديو بتاعنا النهاردة. معلش كان خبر وحش جدا. فاي اف بي معاك لازم تخلصه قبل 4 ابريل، لازم لازم تخلصه، مفيش ما تسيبش حتى واحدة، خلص كله. بس اتمنى يكون الشرح عجبكم، ما تنسوش اللايك ودعمونا زر بالسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.